واش هي واش الحكم في بعض الاحيان كيقدر ياثر فيه، كتقدر تاثر فيه قرارات الفار، هادشي اللي غادي نقدروا نفهموا مع السي الموجه في هذه اللقطه هذه. تفضل خالد. وهذه اللقطه اللي هي مركبه، وانا كنت مع القرار ديال الحكم هنا. غادي نشوفوا هنا الحكم غيعلن على ركله جزاء وكانه متيقن من القرار ديال لصالح فريق الوداد الرياضي. غادي نشوفوا المهاجم المدافع ديال فريق يوسفيه ديال السوالم هنايا كيفاش انه غادي يهز الرجل ديالو في وضعيه غير طبيعيه تجاه الراس ديال الحكم. هنا الحكم انا بالنسبه لي البارودي من الحكام الشباب، خص تكون عنده الشخصيه ديالو، خص تكون عنده الكاريزما ديالو، وبالخصوص انه اتخذ قرارا ديال الاعلان على ركله الجزاء. وهنا غادي نشوفوا خالد حتى دار الترتيبات كلها ديال التنفيذ. وهنا غادي انا بالنسبه لي سنتفاجأ بالتدخل ديال الغرفه ديال ما عرفتش انايا السي عبد الرحيم الراخيز ولا السي هشام يتعبوا علاش دخلوا، شنو شافوا في هذه اللقطه. وهنايا هيا كيحاولوا يعطيوه هذه الصوره. انا بالنسبه لي غير باش الاخوه الكرام باش نوضحوا هذه المساله، لان الرجل في هذا المكان هنايا في وضع غير طبيعي، وبالتالي انا بالنسبه لي هنا غتقول لي بانه جوي دون مانيير جوجي دونجوروز. غادي نمشي معك السي عبد الرحيم الراخيز، ولكن الرجل ديال اللاعب شنو دارت من بعد جوي دون مانيير جوجي دونجوروز؟ لعبات الكره، ان لعبات الكره، ولكن شنو دارت؟ ان ضربات الراس ديال اللاعب. يعني انا بالنسبه لي كاين هناك تهور. وهنايا المشرع شنو كيقول في الماده 13؟ كيقول لك اذا لاعب ارتكب خطأين متتاليين يعاقب الخطا الاكثر جسامه. هنا نمشيو معك انا في هذا التحليل ديال اللي درتي نتايا في الوقت. انا بالنسبه لي اللي كيبان انه اللاعب هنايا كان في التدخل ديال اللاعب كان فيه الركل او لا محاوله الركل بالنسبه للاعب، بالخصوص انها بالنسبه لي هنايا كانت في وضعيه غير طبيعيه. مساله اخرى بالنسبه للسي الرخيص، انا بالنسبه لي لان مثل هذه التدخلات الا ما كانش عندك القرار اليقين خلي الحكم ياخذ القرار ديالو، لان السي محمد البارودي كان بارفي في هذه المقابله، كان اكسلون في هذه المقابله. ما عرفتش لماذا تدخل السي عبد الرحيم الرخيص وفرض عليه ان يغير رايه. هنا غنشوف خالد انا فرض عليه تناقش. لا انا بالنسبه لي هنايا يمكن حرجوا. شوف هنا شوف ولا حرجوا حرجوا علاش؟ انا بالنسبه لي شوف الرجل ديال اللاعب، انا كنت كنتوقع يمكن عيط له بوسيبل ريد كارد. انا هذا هو علاش قلت انا عيط له، يمكن عيط له على القضيه انه ما اتخذش العقوبه الانضباطيه، لان ممكن تكون ورقه حمراء. لان اللاعب هنايا رقم 17 في التدخل ديالو يشكل خطوره على المنافس، لانه الرجل في ذاك المكان وفي اتجاه ديال الراس ديال المنافس فكتشكل خطوره على اللاعب. قلت كذا انا هذا هو علاش صحابني عيط، حتى كنتفاجئ هنا شوف القرار كيفاش غادي يتخذ السي البارودي القرار ديالو في قرار مفاجئ اللي ما عرفتش كيفاش قراه وكيفاش هذا، وغيدير كفرو انديريكت لصالح فريق الوداد الرياضي في قرارا غريب غريب بالنسبه لي، وهي ركله جزاء مستحقه لصالح فريق الوداد الرياضي لم يعلن عنها الحكم او تراجع عنها السي محمد البارودي.